مشاركتي في دورك الأجل من الفن من أجل التغيير، إنه أولاً معظم الأكتيفيتيز اللي نحن نقوم بها في الجزائر، التغيير الإيجابي في الجزائر، نؤمن بدور الفن الكبير في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع. وهذه الفرصة جات لي كفرصة اللي أنا نقدر نستفاد منها ونقدر نفيد بها المجتمع، اللي راح تفيدني بالمعرفة والأدوات الأساسية اللي راح تساعدني في دوري كعضوة فاعلة في المجتمع، اللي راح نفيد من بعد إن شاء الله مجتمعي، وإن شاء الله يكون تغيير نحو الإيجاب إن شاء الله. الفن له دور كبير على حساب رأيي في التغيير في المجتمع، لأنه كل واحد فينا عنده يقيم، مش تقييم، يعني تقدير للفن في شكل من أشكال الفن، ولو بطريقة يعني غير مباشرة يعني. والفن هو رح يوصل، راح يقول مش عن طريق الكلام، ولكن عن طريق هذه الادوات اللي يستخدمها الفن، يعني كلغه راح يقول واش ما تقدرش تقول الكلمات، واش ما تقدرش تقول الافعال. انا على حسب رايي انه الفن بشكل كبير يحقق واش ما تقدرش تحقق الكلمات او الافعال الاخرى. انا جيت سعيده بمشاركتي في دورك، وممتنه لهذه الفرصه، لانه احنا في مجتمعاتنا نحتاج لاشياء مثل هذه، نحتاج لدورات مثل هذه، نحتاج لان نضع قيمه نمد قيمه للفن، وننظروا له من منظور انه الفن تقدر تكون أداة لتغيير الاجتماعي، لأنه الفن أكيد أداة راقية وأداة فعالة في تغيير الاجتماعي.